فام. هذه دي جي لاب في الموسم الرابع، دي جي لاب 4.0 كما كل نهار اثنين، تابعونا من توا حتى للخمسة، تابعونا زادة في الغوديفيزيون نهار الأحد من نص نهار الماضي ساعة، تلقاونا على القناة يوتيوب إكسبريس اف ام، على لاباج فيسبوك دي جي لاب إكسبريس اف ام، ولا زادة تيك توك دي جي لاب إكسبريس اف ام، وتفاعلوا معنا زادة على لينكدين لاباج دي جي لاب إكسبريس اف ام. وليد برحومة قدام الميكرو، عليا باشا في الإخراج، محمد الباجي في الأعداد. اليوم معنا محمد الأحمر في الديجيتال، وزاد حاضرين معنا دو ستاجيير من ليكول لوي باستور، نور وزهرة، نتوجه لهم بالتحية، حاضرين معنا على امتداد الأسبوع في إكسبريس اف ام هوني باش يتعرفوا على الظروف نتاع العمل نتاعنا، قدموا لهم تحية. اليوم نحكيو في ديجي لاب على الداتا انتليجنس ولا الانتليجنس دي دوني. معنا سي علاء الدين عزيز، واللي هو فاوندر وسي او في تيك ستارت اب ستوديو ايداتيس. اهلا وسهلا بك علاء الدين، مرحبا. ويحضر معنا كما كل مره في دي جي لاب زياد باشا، سي او كليفوري اكاديمي، كليفوري تريننج تيد يونيفرسيتي. اهلا وسهلا بك زياد، مرحبا. مع السلامه وليد، على السلامه كل المستمعين. باش نبداو باي تي نيوز، باش نبداو مع مدير لزين ليكول سوبيريور ديكونومي نوميريك الموجوده في منوبة، واللي زيادة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصبحت كذلك تابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال. معنا مدير لزان محمد أنيس بشتبجي في اي تي نيوز. اي تي نيوز محمد أمين، أهلا وسهلا بك، مرحبا. عسامة سي وليد، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكامل المستمعين إكسبريس اف ام. شكرا لك على قبول الدعوة. قلت زيادة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم لازان أصبحت كذلك تابعة إداريا لوزارة التكنولوجيا الاتصال، اون ميزون دوبل توتيل، هذا الاسم التقني. ما نعرفش هذا شنو يقدم، شنو يضيف للليكول نتاعكم اللي هي كما اسمها يدل على هذا، متخصصة في الاقتصاد الرقمي. الو، هو ساعه مشروع بدات الفكره نتاعو في 2016 مع السيده ريم جلولي مديره المدرسه وقتها، وتواصل مع السيده جيهان الواجد في فتره النيابه نتاعها، واليوم الحمد لله تحقق. نهار الجمعه اللي فات في المجلس الوزاري تمت المسابقه على المشروع. المشروع يتمثل في تحويل الاشراف على المدرسه للاقتصاد الرقمي لزين، باش تولي تحت الاشراف المزدوج ما بين وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره تكنولوجيا الاتصالات. نشكر ديار الوزيرين اللي عطونا ثقتهم واللي دعموا المشروع. وعلاش تم الاختيار على لزان؟ لانه لزان تتقاسم مع وزاره التكنولوجيا الاتصالات ومجالات التكوين اي الاقتصاد الرقمي. المدرسه ديجا موجوده في القطب التكنولوجي وين تكمل توت ان ايكو سيستيم اون ايكونومي نوميريك، اي سو اترافيغ تخوا غران تاكس اللي هما لاكس دو لا فورماسيون، لاكس دو لا ريشيرش، اي لاكس دو لانيواسيون اي دو لانتربرونيا. فما حاجه اخرى، لزان الكومبليت لوفر دو فورماسيون données par les institutions en double tutelle avec le ministère des télécoms des technologies de communication, à savoir la subcom les maîtresses de l'ingénierie de télécommunication, ou les zcom les maîtresses de télécommunication et la gestion de l'IT. Les ZEN, donc, elle vient apporter la couche business, le plus particulièrement la couche e-business et l'économie numérique. Les ZEN, elle est également au cœur de la stratégie du ministère des technologies de communication. Elle se positionne sur quatre objectifs qui sont à faire de la recherche et du développement un levier économique, le développement de l'économie numérique, le renforcement des compétences en IT et la considération des objectifs de développement durable dans tous les projets qu'elle mène. Déjà, les cours qu'on enseigne, sensibilisation à les ODD, on a beaucoup d'événements à l'ODD, les PFE création d'entreprise. Les objectifs de développement durable. Voilà, voilà, les objectifs de développement durable. تفضل تفضل انيس. لا جوست مي حبيت نعرف شنو هي الاضافه اليوم للزين، شنو يقدم لها كونه تصبح رافد والا تحت النظر المزدوج لزوز وزارات. اي الوغ سي ان رابروشمون دو لزين ا سون ميليو سوسيو ايكونوميك، اي فا بيرميتر دوفرير اون فورماسيون كي ريبون ا لير دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال اللي تعرفها البلاد. œuvrer pour confirmer les ZEN en tant que hub d'innovation et de recherche pour développer des solutions digitales qui répondent à des problématiques réelles موجودين في العالم وفي تونس خصوصا et considérer les spécificités de la région de la Manouba. تعرفوا les ZEN fait partie de l'université de la Manouba, donc on peut résoudre beaucoup de problématiques afin de renforcer l'ancrage territorial de l'établissement
في الارتيزانا في الاجريكولتور في شتى الميادين المهتمه بهم ولايه منوبه. انيس، هذا مثلا من ناحيه التمويل، هل انه يزيد في تمويلات المدرسه؟ هاي بالطبيعه التمويل باش يولي على وزاره التكنولوجيا والاتصالات، نعرفوا اللي هي وزاره معناتها اونتر غيومي تدلل ليزيتابليسمون نتاعها، دونك باش دونك باش يوليو مدلين اليوم. فوالا باش يكون رفورسمون تخي امبورتون بوان دو فيو بيدجيتير. وهذا اللي نأملوه ان شاء الله. باهي، اليوم انتم خطوه نعرف اللي بديتوا فيها وسميت حتى المديرين اللي سبقوك واللي خدموا على الخطوه هذه باش يدخلوا تحت سامي اشراف وزاره التكنولوجيا زياده على وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. فما مؤسسات جامعيه اخرى ماشيين في نفس البروسيدور، بمعنى هل اليوم لازم تنجم تكون حلت الباب المؤسسات جامعيه اخرى؟ ينجم يكون هو هذا معناتها لازم البارتاج افيك لو مينيستير دي تكنولوجي دو كومونيكاسيون لي فورماسيون دو لي دومين دو فورماسيون. ينجم يكون مؤسسات اخرى كي بارتاج دومين دو فورماسيون افيك دي دوتر مينيستير، ينجم يمشي في نفس الاتجاه باش نقربوا كيما نقولوا مؤسسات البحث العلمي للي ميليو كي لي كونسير. شكرا لك سي انيس باش تبجي بحذانا على فكره تلميذك سي علاء الدين عزيز واللي هو يوجه لك تحيه، وانت زاده شكرا لك انيس باش تبجي مدير المدرسه العليا الاقتصاد الرقمي في منوبه. كما ذكرنا لا ميزون دوبل توتيل دونك اصبحت تحت سامي اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي زياده على وزاره التكنولوجيا اللي هي كما قال أنيس تدلل المؤسسات اللي يتمتعوا بالتمويل من عندها. راجعين بعد فاصل قصير. Le Maghreb Cyber Security and Cloud